طبعا خطوة الذكاء الاصطناعي وتقنياته كان لها نصيب في هذا المنتدى، تحدث عنها التقني المعروف عبد الله السبع في إحدى جلسات المنتدى السعودي للإعلام، حيث أكد بأن المستقبل مبهر ودخول الذكاء الاصطناعي لمجال الإعلام سيغير المعادلة. خلونا نتابع. اصطناعي موجود صنع لخدمة الإنسان. طبعا المعلومات اللي موجودة فيه ترى إلى 2021 تقريبا. لو سألته مثلا عن كأس العالم الأخير ترى ما راح يكون عنده أي إجابة، لأن المعلومات المغذاة أو الموجودة في هذا النظام هي مغذاة إلى تاريخ معين، إلى سنة معينة، ما هو حديثة كليا. الفكرة من النظام هذا أنه أنت تقدر تسأل أي سؤال وتقدر تطلب منه أي طلب وينفذ لك إياه من المعلومات اللي موجودة عنده. طيب هل الطلبات هذه بسيطة؟ وليه سبب ضجة عالمية وليه الناس بدأت تستخدمها بشكل كبير وسبب يعني على قولتهم انتشار كبير؟ النظام هذا أنت قادر أنك تطلب منه كود برمجي لتطبيق معين ويسوي لك إياه. أنت قادر أنك تطلب منه بحث معين لشيء معين ويسوي لك إياه. أنت قادر أنك تطلب منه أنه يسوي لك نظام غذائي يناسب حالتك الصحية وينفذ لك إياه. طبعاً شات جي بي تي نقدر نقول أن البداية بعد أن انطلقت عدة نماذج مختلفة، ففي الآن نموذج طبي من شات جي بي تي لكن ليس تبع شركة أوبن إي آي، إنما نفس الفكرة نفس كل شيء. تقدر كشخص تسأل مثلاً على سبيل المثال أنا شخص، أو تقدر الطبيب يسأله يقول جاني مريض عمره 39 سنة يعاني من الأعراض التالية وكذا وكذا، ويعطيك التشخيص حقه ويعطيك النظام اللي ممكن تتبعه في العلاج. فهو نظام ذكاء اصطناعي لديه كمية هائلة من المعلومات، بإمكانك طلب منه أي طلب أو سؤال أي سؤال، وقادر على إجابتك بشكل دقيق إلى نسبة معينة.